أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة أن ليلة النصف من شعبان لها فضائل عظيمة فيها يتجلى الله سبحانه وتعالى على الخلائق فيغفر للناس جميعا إلا المشرك والمشاحن. جاء ذلك خلال الاحتفال الذي نظمته وزارة الأوقاف بليلة النصف من شعبان بمسجد السيدة زينب بحضور اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي. في ليلة عظمها الله تعالى بنفحات ربانية يأتي احتفال وزارة الأوقاف بليلة النصف من شعبان في حضور لفيف من القيادات الدينية تعميقا وترسيخا لمعاني الإسلام السامحة وأهدافه ومراميه السامية في النفوس. من هذه النفحات في هذا الشهر الفضيل ليلة النصف من شعبان، شعبان كله بمثابة التهيئة النفسية ونقلة نحو الشهر الفضيل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الطاعة والعبادة والصيام في هذا الشهر الكريم، ويقول هذا شهر عن شهر شعبان يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وفيه ترفع الأعمال إلى الله، وأنا أحب أن يرفع عملي وأنا صائم. لقد تشرفت اليوم بالإنابة عن فخامة السيد رئيس الجمهورية بحضور احتفال بليلة النصف من شعبان. ليلة النصف من شعبان تلك الليلة المباركة التي تحولت بها قبلة المسلمين من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام. هذه الليلة المباركة تدعونا جميعا إلى التوحد، إلى قبلة واحدة، إلى صف واحد. ليلة لها فضائل عظيمة فيها يتجلى الله سبحانه وتعالى على الخلائق فيغفر للناس جميعا إلا المشرك والمشاحن، لذا تحرص المؤسسات الدينية كافة على إحياء احتفالها كأحد أهم وسائل نشر الوعي الإسلامي الصحيح. ليلة النصف من شعبان هي ليلة مباركة تتجلى فيها رحمات ربنا سبحانه وتعالى على خلقه، ولهذا فإننا نبتهل إلى ربنا سبحانه وتعالى أن يعيدها علينا وأن يلهمنا فيها السداد في القول والتوفيق في العمل، وأن يقبلنا جميعا، وأن تكون مصر في ازدهار وفي تقدم. ليلة النصف من شعبان هي ليلة مباركة، ليلة فيها نفحات كثيرة، ولذلك علينا جميعا في هذه الليلة المباركة أن نتوجه إلى الله عز وجل بأن ندعو للأمة العربية والإسلامية بالأمن والأمان والاستقرار. ويأتي ختام احتفالية الأوقاف بالتأكيد أن قيام الليل في ليلة النصف من شعبان من أفضل العبادات ولو بجزء يسير من القرآن الكريم حتى تحصل على الأجر. من مسجد السيدة زينب، وليد هيكل للتلفزيون المصري.